انسي انت بجد بتحبني. السؤال الرخم ده يا مريم. اتفضل جاوب لو سمحت. لا مش هجاوب. ان انت عارفه. شوف يا لسه بطل غلاسه. بطل غلاسه ليه؟ غلاسه بفلوس. على فكره انا زعلت. مش هتقدر. مش هقدر ليه؟ عشان بتحبيني. لسه اوعى تخليني ندم على اللي عملته معاك. انت ليه يا مريم حاسين ان احنا مترفقين؟ ده انا متجوزك وشرعي كمان. وبعدين انت عارفه ان دي احلى حاجه حصلت لي في حياتي. بس انا خايفه. خايفه من ايه؟ عشان احنا اتجوزنا، خايفه من اللي جاي. ولما انت خايفه اتجوزتيني ليه؟ عشان انت الحاجه الوحيده اللي اخترتها في حياتي. انا عمري ما اخترت قبل كده. لما انت الحاجه الوحيده اللي اخترتيها هو انا. وبتحبي ايه يا حبيبي؟ ايه بتقولوا ايه بس؟ مالك يا سيدي بحب فيها؟ انت الله. مالك انت؟ انت مالك يا هادم اللذات؟ يا حنين يلا يلا تعال. اه يلا صحيح ايه؟ صحيح. تعال بس ما في ايه؟ تعال تعال. وقت حب وغرام. في ايه؟ في ايه؟ في حد اتولد النهارده. أقبلة 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 طيبين دخل بيت أم الهدوم أنت غرقتني. يلا make your wish. أعملها إيه دي؟ كده؟ يعني أتمنى أمنية وبعدين قص. آه لا ما أنا فاهم ماشي. كل ده؟ يلا تعالي ماشي معايا. انا عرفت خمس عيال. عظيم اهو. طب امسك بقى. ايه ده؟ مريم شايلها لي. اوه ساعه رولكس. بس انا كنت راسم على العربيه يعني غير عربيتي. ماشي. دي احلى. دي احلى بس ارخص. بس يقول له خد امسك يا ابني. وريني كده. خد الساعه دي. والله مش وحش. لا ما تاخدهاش يا حبيبي انت هتستعبط. والله مش وحشه. البتاعة دي بتتفتح ازاي؟ بتتفتح من هنا الساعة. ايه ده؟ انا جبت البتاعة دي اهو. اه استنى كده. اه غالية دي؟ الحسرية بقت صافي يا بنت على نفسي خافي. الحسرية بقت صافي يا بنت على نفسي خافي. لا وكمان دي ماشية من وسط الحتة ومصاحبة يجي خمسة وستة سبعة ستة سنية كل حتة وانا لابس كاس كدة. هيا حلوة في الغنوة هيا حلوة في الغنوة كلمينا ريحينا حبة حبة بالمحبة حبة حبة بالمحبة. ولا 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 واتا بامبا واتا بامبا واتا بامبا واتا بامبا سبعة ستة سنية كل حتة وانا
مريم؟ اتزنقت بعتها ولا انت عايزاني اشحت ولا استلف ولا اقول لك اديني؟ ما انت عارفه ان ابويا ما بيصرفش عليا من ساعه ما اتجوز وانا مش لاقي شغلانه في البلد دي. برضه ما كانش ينفع تفرط في هديه انا جايبها لك. طيب خلاص. خلاص بقى ما تزعليش نفسك بقى. خلاص. خلاص بقى. خلاص ما تبقيش اوفر بقى ايه؟ هات انت بس هدية غالية تاني كده وانا في ايه؟ ايه مريم في انت بقى بتي اوفر كده ليه؟ في ساعة عجباني ب 40,000 يورو بس، عارفة لو تجيبها لي؟